الوحيد اللي كان ناصح فينا كان الخطيب. خد بالك انا ده بيشيل حديد، بيفضل زي العفاريت يعمل عمل كده لقيت مصوره تطلع لازم تتفرج وتسجل ويطلع يمنك وانت بتسجل. مفيش امكانيات نشغل راديو ترانزستور، بعتنا نشتريه من العتبه الواحد بخمسة جنيه ونجيب ناس لعلمسيني يعبوك ماتش. كسبنا 10 ساعات، الجماهير نزلت الملعب، الدربكت باظت، الماتش اتلغى. صحينا تاني يوم الصبح لقينا عربياتنا كلها متكسره. بعض الافارقه قالوا انتهى عصر مصر دي، انما احنا في عصر افريقيا السوداء. النهاردة وانت بتشجع مصر ومستنيها تكسب كاس أمم إفريقيا للمرة التامة وبتتابع كل أخبار الكرة على أجهزة صغيرة تقدر تاخدها معاك في أي مكان، عمرك سألت نفسك الناس كانت بتتابع إزاي ومصر بتكسبها للمرة الأولى؟ 7 ألقاب على 4 فترات زمنية، ما فيش واحدة فيهم شبه التانية، كل مرة حاجة مختلفة، لعيبة مختلفة، توقعات مختلفة، حتى الجماهير اختلفت مع مرور السنين، وكذلك وسائل وصول الأخبار والماتشات ليهم. ومع كل حركة لقدام بتتخلق مساحات من الرفاهية اللي قبلنا ما قدروش حتى يحلموا بيها. حكايتنا عمرها من عمر تأسيس الكاف على إيد 4 دول: مصر، السودان، إثيوبيا، وجنوب إفريقيا. وبينهم كان المفروض تتلعب أول بطولة قارية في السودان، ولكن سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أدت لاستبعادها من البطولة عشان توصل إثيوبيا للنهائي مباشرة وتستنى الكسبان بين مصر والسودان. معلومات سهل جداً أي حد يجيبها، بس وقتها ما كانتش بالسهولة دي خالص. الصحافة هي أم الإعلام كله، وكل النوافذ اللي خرجت بعد كده من قنوات تلفزيونية، محطات فضائية، مواقع إلكترونية، هو قايم على الصحافة. وكانت الصحافة تأثيرها كبير جداً جداً في الفترات الأولى في التغطية الإخبارية للمسابقات الرياضية. فكان في هناك ما يسمى بالانتماء للورق. هذا الانتماء بيخلي القارئ مرتبط بجريدته بشكل كبير جداً جداً، وكأنه زي اللي يشجع نادي. لما الصحافة الرياضية بدأت في الصحافة الورقية كانت المساحات الرياضية يدوبك مساحات لا تزيد عن ربع صفحة. في الفترة دي ما كانتش كرة القدم لها الاهتمام الفظيع اللي موجودة النهاردة. أولاً 57 و59 كانش في تلفزيون مصر، مساحات لا تزيد عن ربع صفحة. كانت بتقوم على إيه؟ بتقوم على المجهود والقدرات الخاصة للمحرر الرياضي. كان ساعتها طبعا ما كانش فيه في البدايات دراسة متخصصة للصحافة الرياضية، فكانت الهواية وتسقن إلى حد كبير. حتى لما ترجع للأرشيف هتلاقي الكتابات ما هياش قايمة على الأصول المعنية في الكتابة، لا في كتابة العنوان وأنا في المقدمة وهكذا يعني، ولم يكن هناك غير الصحافة بس. وراديو كان كلاسيكي جدا ومتحفظ جدا، له شكله بيبدأ بيه وبيني بيه، ما كانش فيه بقى اللقاءات والانترفيوهات. طبعا في الإعلانات كانت حاجات قليلة قوي يعني، وحاجات كده بتتكتب على مكان رصاص، والصورة بتبقى مدغمشة، ما هي الصورة يعني بتبقى زي الصورة اللي موجودة النهاردة الديجيتال. لكن تقدر تقول في الخمسينات في البطولات الإفريقية ما بدأت كانت القصة كلها يعني يتوبك أنت وجدعانة اللي بيتابع وبيغطي. لازم المحاضر ينزل الملعب يحضر التمرين، ما كانش فيه موبايل، فطبعا بينزل يتكلم في التليفون، ما كانش فيه، كان فيه تيكيت لما تكلم حد في التليفون يعني، ما تطلبوش في وقت نوم في وقت غدا، مش زي الوقت الدنيا صداح مداح تبقى قاعد في الحمام ولا تاخد دش وضربك تليفون موبايل يقول لك انت فين؟ انا فين ايه يعني؟ انا مش عارف يعني. طبعا اللي بيرد ده هو اللي غلطان. انا وانا صغير كان عندي كراسه، لما تفتح تلاقي صور، بقطع صورة من الجورنال والزقها في الوقف الكراسة واكتب تحتيها اما الدزوي يحرز ضربة جزاء في مرمى فلان، المباراة يوم كذا. كان عندي ده يعني، وفقدته ضاع مني، كان يبقى دوكمنت رائعة لو موجود دلوقتي. مصر وصلت نهائي النسخة الأولى
رأفت عطية تقدم من ركلة جزاء، وعشان تشوف قد إيه الدنيا كانت صعبة، المصادر اختلفت لوقت طويل على هوية صاحب هدف التعادل للسودان بين صديق منزول وبرع بشير، لحد ما أجمعت إن منزول صنع الهدف لبشير، ويجي الديبة يسجل هدف الفوز ويقود الفراعنة للنهائي الأول. لو عشت نهائيات ثلاثية الجيل الذهبي بكل إثارتها، فعلى العكس النهائي قدام إثيوبيا ما كانش فيه أي إثارة على الإطلاق. 2-0 في أول 7 دقائق و4-0 بنهاية المباراة، والأربعة سجلهم الديبة عشان يبقى هداف أول نسخة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية ب5 أهداف، وتتوج مصر بالبطولة الأولى تحت قيادة المدرب مراد فهمي. أخبار عظيمة تستحق الاحتفال، ولكن هل الناس أصلاً كانت مهتمة زي دلوقتي؟ كرة القدم بصفة عامة بالنسبة لاهتمام الشعب المصري كله ما كانتش زي النهاردة، لا كانت أقل بكتير. كان يعني اللي يهتم بكرة القدم شباب بيلعبوا كورة عموما، أعضاء الأندية اللي هم يعني لهم عضويات في الأندية المختلفة، فات شعبية كده قليلة مش كتير. خد بالك التلفزيون هو اللي عمل الشعبية الجارفة لكرة القدم. مش عاوز أقول لك كمان أنه لغاية الفترة دي الوقت ده كان في لعبات رياضية أكثر قيمة وأكثر شهرة عند الناس من كرة القدم، زي رفع الأثقال، يقول لك ده بيشيل حديد، خد بالك أنا ده بيشيل حديد. وكانت مصر بتحصل على ميداليات ذهبية في دورات الأولمبية من الرباعين المصريين في الثلاثينات وفي الأربعينات. على صعيد المصارعة ناس فاكرة إبراهيم مصطفى وتعمل بطولات باسمه، خضر التوني اللي يطلع وعرض عليه ان هو يبقى راجل الماني، وده كان في اولمبياد 36، احمد حسين اولمبياد 20. كرة القدم دي حاجة جديدة بالنسبة للناس، ما كانتش في التوب بالنسبة للاهتمامات. كان اهتماماتنا يعني واحنا شباب في الفترة دي الرئيسية الحالة القومية العربية والحالة السياسية اللي كنا عايشينها في فترة 50 جمال عبد الناصر والمصر والطلعة، هو ده كان اهتمامنا. في 59 الوضع اختلف بس مش كتير. المرة دي البطولة في مصر واحنا داخلينها بطل النسخة اللي قبلها، ومعانا الخواجة المجري بال تيتكوس، وبنواجه نفس الفريقين السودان وإثيوبيا، بس المرة دي بنظام المجموعة الواحدة بدل الإقصائيات. على مستوى اللعيبة كمان حصلت تغييرات، الديبة اعتزل وظهرت أسماء فضلت محفورة في الذاكرة بقية حياتنا زي الجنرال محمود الجهري والمايسترو صالح سليم اللي غاب عن البطولة اللي قبلها، وأسطورة التعليق ميم الشربيني والشيخ طه اسماعيل. بما إن البطولة في مصر ده معناه إنك ما بقتش مضطر تستنى الأخبار لما تيجي من السودان، أنت بالفعل ممكن تكون واحد من 30,000 اللي شافوا مصر بتكسب إثيوبيا أولاً ثم السودان بنفس نتائج النسخة الأولى على ملعب الأمير فاروق أو مختار التتش حالياً. برضو وسائل التغطية والمتابعة لسه صعبة، لكن في ناس حفرت في الصخر، ومش بس أسست لإعلام رياضي فضل يتطور سنين وسنين، دول كانوا السبب في نقل شعبية الكورة من مكانها العادي جداً في الخمسينات إلى الهيمنة التامة للأبد. القصة كلها كانت قايمة على قدرات المندوب، أو كان اسمه المندوب حتى يعني المندوب الخبري اللي بيتابع، وتاني يوم الناس تستنى طبعاً وتقرأ حاجة قليلة، وبعدين مفيش تلفزيون، فكان حتى في الإذاعات بتزيق لحد ما، فكانت الشعبية بتاعت الكورة مش موجودة، تكاد تكون مش موجودة بالعكس. على فكرة الراديو المصري يعني سباق في إذاعة المباريات دي، ده من 36 كان بيذيع رسائل على الهواء من برلين في الأولمبياد، من برلين سنة 36 كان موجود عندنا كابتن محمود بدر الدين، وكان موجود يعني ناس هم اللي حطوا الخطوات الأولى في الإعلام الرياضي على الأثير. كان كابتن محمد لطيف لسه بادي. بدأت الأمور تزيد بقى شوية شوية لما بدأت وسائل الإعلام تتطور، فأخذت بيد كرة القدم. الإعلام الرياضي أو الصحافة الرياضية هي التي أخذت بيد كرة القدم من أول الخمسينات
في البطولات اللي انت هتتكلم عنها بعد كده الى ان اصبحت اللعبه الشامله هنا في مصر وفي العالم كله. 27 سنه بتعدي ولك ان تتخيل ايه ممكن يكون حصل فيهم. انطلاق بث التلفزيون المصري سنه 1960، نكسه 67 وتوقف الكره المصريه، وفاة جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات لرئاسة مصر سنة 1970، نصر أكتوبر العظيم 73، اغتيال السادات وتولي حسني مبارك للرئاسة سنة 81، وغيرها من أحداث رئيسية في تاريخ مصر والبطولة نفسها، اللي طبعاً مصر ما بقتش أكتر فريق متوج بيها بسبب غانا اللي كسبتها 4 مرات. في كل السنين دي مصر ما وصلتش النهائي من سنة 1962 لما خسرت النسخة الثالثة لصالح إثيوبيا، واستضافت البطولة سنة 74 وحققت المركز الثالث. وفي النص كان في 5 مرات ما لعبناش البطولة أصلاً، ما بين خروج من التصفيات في 72 و78 والانسحاب بسبب النكسة في 68 ومرتين لأسباب سياسية في 65 و82. وسط كل المتغيرات دي المشهد الإعلامي اختلف تماماً مع مرور السنوات. من 59 ل 86 المسافة الزمنية كبيرة، حصل فيها حاجات كتيرة. المساحات في الصحف بدأت تكبر بشكل ملفت، اللي كنا بنتكلم عليه في ربع صفحة بقى يعمل صفحة واتنين، وفي البداية من يعني مش هقول الستينات، الستينات برضو كانت الشعبية بدأت تزيد لأن التلفزيون دخل سنة 60 الكابتن محمد لطيف، وبدأ نسمع معلقين نجوم يعني كتير جدا، محمد لطيف، حسين مدكور، علاء الحمودي، بعد كده بالتدريج على زيور. كان التلفزيون يعني طبع في النشرات بيجيب فقرات، وكان في برنامج كان بيعمله الراحل فايز الزمر بيجمع النتائج والمقتطفات والأهداف والحاجات دي. وقتنا ما كانش فيه غير قناتين، القناة الأولى والتانية والتالتة، وشكرا يعني دي اللي كانت بتبث الماتشات على الهواء لايف. يعني الصحافة تكتشف ان الاهتمام بالرياضة بيزيد توزيعها، كان بتعتمد بشكل كبير جدا على نجوم كرة القدم اللي هم عندهم خلفية كرة القدم، فكان بيستعان بيهم في كتابة لتحليل مباريات كرة القدم على الأوراق. وأذكر يعني ان كان أشهرهم أول محلل في الصحافة كان مثلا كابتن أحمد مكاوي نجم النادي الأهلي، بعد جه على زيور محلل كبير، وكان محمود بكر. هتلاقي إذا كان يعني بجد أمان في الستينات والسبعينات بيعتمد على الدقة في التعبير والنقل الكلاسيكي للحدث. نجيب المستكاوي الله يرحمه كان بيهتم بالأسلوب الأدبي الرشيق، وهو اللي منح أسماء كتير جدا، هو اللي قال درويش الإسماعيلي وعن الشوكيش للترسانة وقال العتاولة والعناتيل الأهلي والزمالك، وقال ناس استفهموا جعفر وحسن المعلم كله كده. وكمل بعديه في نفس القصة دي الله يرحمه حمد النحاس، بدأ يستخدم عناوين الرياضة، عناوين كان بيحطوها حمد النحاس كانت صيحة في عالم العناوين، زادت الشعبية في المسا. طبعا في الوقت اللي ما كانش فيه إلا قناة الأولى وقناة الثانية، كانش فيه قنوات متخصصة ولا قنوات رياضية، والزخم الإعلامي اللي موجود النهارده زاد من هذه الشعبية في الستينات العملاق الكبير المعلم فهمي عمر. فهمي عمر القائد، وكنا احنا الجنود، كنا 6: أمير فهيمة، أحمد الفتاح، أحمد الليسي، حسام فرحات، وجودة بسيوني. كان فريق يعني يأكل النجيلة في الوقت ده. على فكرة بقى إذاعة شباب رياضة كانت هي الليد في موضوع التغطية الإعلامية، كانت طلع وطلع بقوة فيها يعني ضوء أخضر، أعمل وإبدع وإعمل اللي عاوزه. كل شيء اختلف، حتى البطولة اللي بدأت بثلاث فرق وصلوا 8، بس أهم شيء اتغير كان الجماهير. المرة دي الموضوع بقى في دماغهم قوي، والكورة فرضت نفسها كلعبة شعبية أولى. إزاي حصل التغيير ده؟ وكانت إيه التوقعات على المنتخب قبل البطولة؟ قبل 86 كان في أحداث حصلت ما كانش تنبئ خالص على إنه مصر هتتصدى للتنظيم بكفاءة.
من ناحية إعلامية كانت الاهتمام بدأ يزيد، وبدأت الساحة الرياضية تزداد أكتر المساحات، وتظهر بقى مجلات وجرائد ما كانتش موجودة. بقى تشوف دلوقتي مجلة النادي الأهلي، مجلة نادي الزمالك، فبدأت الحياة تتحرك بشكل كبير، وتزداد بقى سخونة مع سنة 71 لما ماتش الأهلي والزمالك اللي كان حصلت فيه أزمة كبيرة بجون الديبة، كان حكم حسب بينالتي على النادي الأهلي، الجماهير نزلت الملعب، الدربكت باظت، الماتش اتلغى. كانت جماهير الأهلي والزمالك بيواجهوا مع بعض. بعد هذه المباراة في 75 بدأوا يتفصلوا، بدأوا يفصلوهم الناس من سنة 71. قعدت تسخن هذه العملية، مع سخونتها بكل أسف المتابع بيحب يقرأ، لأن أنت أي مصيبة بتبقى جميلة أول اللي بيقرأ. 200 قتيل في حادثة أتوبيس نط في النيل، ده كان بيزن ماتشات عندنا في أخبار اليوم، فتلاقي الجرايد بتخلص. حاجة تانية إنه نشوف آخر بطولة مصر فازت بيها سنة 59، 27 سنة أو 28 سنة لا وجود لنا على القمة في الأمم الأفريقية. بعض الأفارقة قالوا انتهى عصر مصر دي ودول الشمال الأفريقي، إنما إحنا في عصر أفريقيا السوداء. لم تكن هناك إمكانيات لدى منتخب مصر، منتخب بيستعد استعدادها عادي جدا، مباراة احتكاك مفيش، لو حب يلعب ماتش بره في أثيوبيا بيتمرمط في المطار، بيقعد عذاب، أي رحلة في أفريقيا بتاخد لها يوم ونص. إعداد كان ضعيف جدا، كان في مصر ماتشات ما كانتش على المستوى اللي هو يليق بقيمه البطوله نفسها. احنا ماتش المغرب تصفيات كاس عالم يا راجل، تصفيات كاس العالم 86 بنلعب تقسيمات، بنلعب تقسيمات بين الاخضر بيلعب الاحمر والاحمر بيلعب الاصفر. محمد رمضان جاب 3 اجوان هنا في الاحتياطي، راح نقله كابتن عبد الرحمن الوحش رحمه الله عليه في الاساس، جاب 3 اجوان، نزل الماتش اتغير بعد ربع ساعه، حبوا بقى يعني يوك نقله ثانيه ودوك اسبانيا قبل الماتش باسبوع، بتلعب ماتش ودي في اسبانيا. احنا فكرنا بقى هنلعب بقى فرقه، يعني ماتش كان تقريبا الساعه 2 الظهر حاجه كده، قعد لغايه الساعه 3 ونص مفيش فرق، ليه ناس جايه من على البسين لابسه شورتات ومفيش تيشيرتات من فوق، وبداوا يسترسبوا واحد ورا الثاني لغايه ما قالك هي دي الفرقه اللي لعبها. ازاي انت منتخب مصر بالاسماء دي بالكواليتي ده بالسكواد ده جيب ناس على البسين يلعبوك ماتش كسبنا 10 ساعتها. مصر بقياده المدرب الانجليزي مايك سميث وقعت في المجموعه الاولى مع السنغال وكوت ديفوار ووش الخير موزمبيق. ولو كانت التوقعات منخفضة نوعا ما قبل بداية البطولة، فهي بالتأكيد وصلت للقاع لما خسرت مصر في الافتتاح ضد السنغال، وبعد 72 دقيقة في منتهى الصعوبة قدام كوت ديفوار بنرجع تاني بهدف لشوقي غريب وراه التاني من جمال عبد الحميد عشان نروح ماتش موزمبيق ونخلصه بثنائية طاهر أبو زيد في أول ربع ساعة، وفي زمن كان لسه فيه الفوز بنقطتين اتساوي الثلاث فرق عند 4 نقط وتأهلنا أول بفارق الأهداف. وخرجت السنغال، بس المرة دي كان الجمهور بيعرف اللي بيحصل في لحظتها. كانت إذاعة شباب الرياضة الحقيقة قدمت أشكال وقوالب جديدة في هذه الدورة على وجه الخصوص، يعني منها تعدد نقاط البث المباشر، يعني الماتش الواحد إزاي يبقى هناك أكتر من نقطة إذاعة خارجية مباشر تعمل لقاءات من أماكن مختلفة. ما كانش فيه غير ألو تروح الملعب والخط مزرجن يطلبك تاني بتمليه مش من الملعب، لأن لو الملعب هتشتغل زي الفل، ولا في عندك نت ولا عندك تليفون، ما فيش حاجة خالص، لازم تتفرج وتسجل ويطلع يمانك وانت بتسجل، وتلحق تيجي على أقرب تليفون ما تلاقيش الدنيا زحمة، تتأخر عن جريدة بتاعتك. كانش فيه بقى موبايل والكلام ده كله، انت كنت بتصل ببيتك وبيتك بتصل بيك من خلال تليفون الفندق، انت في غرفتك بيجي لك تليفون من البيت بتكلم انت البيت عن طريق الفندق بس، لكن اتصالات بقى على طول دي ما كانش فيه موبايل، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه الكلام ده كله. يعني مثلا احنا كنا بنشتغل 86 براديو ترانزستور في جيبي، جيب المذيع والسماعة طلع منه محطوطة في ودن المذيع عشان الدخل يظبط الدخل بتاعته بعد الزميل والآخر اللي على الهواء، يعني أول ما أسمعه بيقول ننتقل الآن إلى استاد القاهرة مع الزميل حسام الدين فرحات أو أنا أدخل على طول. نعم نحن الآن في استاد القاهرة نحييكم وحيث يحدث كذا وكذا وكذا، أخبرك هذه
مفيش إمكانيات بنشغل راديو ترانزستور بعتنا نشتريه من العتبة الواحد بخمسة جنيه بإمكاناتنا الشخصية صغير كده ونغير له بطارياته على حسابنا برضه. فتش التربة معاك حضرتك بتحطه في قطك عجزت بالمنافلة كبيرة كده وتحطه الفيشة وتشتغل وتبعد. الاهتمام كان عن طريق الوكالات الأنباء العالمية اللي كانت موجودة لأن البطولة دي بطولة أمم أفريقيا فبيجي لك وكالات أنباء من كل العالم لكن مصر هي ثلاث قنوات واحنا كنا معزولين تماما عن الاعلام يعني ما كانش حد بيتكلم في الاعلام خالص كنا بنخلص التمرين نروح خلص النشاط ونروح. لم يكن هناك اي تحول في التقنيه الاعلاميه للتغطيه غير انه اللي انت بقى عندك مثلا الصور يمكن تحسن بسيط في طبع الصور تعرف عشان تجيب الصور ايه فيلم بتجيب الفيلم العادي وتعمله وبعدين مصور يلحق يجري بعد الشوط الاولاني عشان يلحق ياخده ساعتين في عمليه يخش اوضه ضلمه زي دي وبعدين يحط مش عارف لمبه ويعمل ويشيل الفيلم وحاطط مش ورق في الميه ويفضل زي العفاريت يعمل عمل كده لقيت مصوره تطلع وبعدين تتنشف هنشف تتقلدها برضه فتره التنشيف تتعلق زي الغسيل. بعد كده الجهاز ده اللي كان بينشف جابوا جهاز بقى زي بتاع العيش اليومين دول يحط الصوره بقى وهي مبلوله يرصصوا جنب بعض ويتلف كده على حاجه سخنه زي بدل ما ينزل لك الرغيف ينزل لك صوره ناشفه. كان معانا ولد مصور كان بيجي يصور التدريبات كان مبعوث من اتحاد الكوره حاجه كده تدريبات على اشياء على اساس يعني تبقى نوع من انواع بعض الدوكيمنت للمنتخب اثناء البطوله. فالدنيا بالنسبه لنا كانت يعني في حدود ضيقه جدا جدا جدا. كنا بنعمل برنامج يومي اسمه افريقيا على البساط الاخضر فكنت انا وحسن المسكاوي دايرين زي النحله الصبح بنجهز للحلقه بعد الظهر الماتشات بالليل بنروح على الفندق بتاع اللعيبه ندور على النجوم يعني مثلا يوم ماتش نفتح بينا رغم البؤس اللي كنا فيه ورغم الصدمه اللي كنا فيها انما رحنا الفندق علشان ندور على اللي جاب الجون فينا وعملنا معاه حوار. الناحيه الثانيه اتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني عشان نتقابل في نص النهائي ونفوز بهدف مارادونا النيل طاهر أبو زيد من ركلة حرة مكسب قلب الدنيا. كنت في الملعب بذيع الماتش ده الدنيا اتقلبت. بعد مباراة المغرب احنا راجعين بالاتوبيس ال 120 ألف اللي كانوا في الاستاد قدهم في قدام الفندق استقبلونا وبتاع وشالوا بعض اللعيبة وبتاع ودخلنا الفندق خلصنا الليلة فرحنا ونمنا صحينا تاني يوم الصبح لقينا عربياتنا كلها مكسرة بنات والصبيان والشباب والشابات طلعوا فوق العربيات بتاعتنا وعربيات كتيرة جدا أنا عربيتي باظت ثبت البطل رحمة الله كان عنده عربية السقف ده عربية وقع الوحيد اللي كان ناصح فينا وخلى عربيته ورا الفندق جاب العربية قبل الماتش قبل ما نروح نتحرك يعني معرفش هو بقى قصدها ولا جات معاه كده يعني كان الخطيب عربية وحيدة ما اتلمستش. ثم كانت المباراة النهائية أمام الكاميرون وفاز منتخب مصر بضربات الجزاء. كان في حفلة كبيرة جدا في أفخم الفنادق في مصر وكان سعادة رئيس الوزراء كرمنا وادانا طبعا مكافآت البطولة لكن تكريم الجمهور ده حاجة مختلفة يعني تحس إن فرحة الجميع تبص في فرحة الناس تبص في وشوش الناس في الشارع وأنت وهي فرحانة وتحتفل بيك دي حاجة جميلة جدا. عملنا فيلم تسجيلي كان لأول مرة برضو يحصل للتلفزيون المصري عن البطولة لخصناها في الآخر يعني أنا كتبت المادة بتاعته واللي أقرأ بصوته أستاذ صبر ياسين وبدأت القصة تمشي لغاية سنة 90 سنة 90 هتحصل نقلة كبيرة جدا في مسألة التغطية الخبرية في الصحف وفي القنوات الرياضية. Thank you.